مرحبا يسعد اوقاتكم اصدقائي وحبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم طبختنا خفيفة وبسيطة وسريعة بنفس الوقت. عن اليوم بدنا نعمل لازانيا. مثل ما شايفين هي الرقائق مجهزتهم عندي هون، جبنة اشقوان لتنزيل الوش، عندي لازانيا لجوات الحشوة، وهون معلقتين رب البندورة، معلقتين كبار، نص كاسة زيت مشان تقلية اللحمة مع الخضار. هاي الخضار مثل ما شايفين عندي هون، بصلة واحدة ناعمة، فليفلة خضراء، بندورة واحدة طبعا، بازاليا لحمة ناعمة، وجزرة. وعندي هون البهارات مثل ما شايفين، كمان عندي معلقة صغيرة اوريغانو، معلقة صغيرة ملح طبعا حسب الرغبة، عندي هون معلقة صغيرة سبع بهارات، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة زنجبيل. وأنا هلأ هون مجهزة المي، حاططها على الغاز، وهلأ بدي أضيف للمي تقريبا قدر معلقتين زيت، وبدي نزل الرقائق بالمي مشان تطرى، يعني انه شيء بسيط مو كتير تكون طريه، بس شيء انه تكسر القساوه اللي فيها. هلا انا هون حنزل تنتين، ثلاثه، اربعه. على بين ما هلا تطرى اللازانيا بالمي السخنه، انا هون رح جهز اللحمه اللي بالزيت مع البصله والخضار. طبعا لازم ما ننسى انه نضيف معلقة ملح لسلق اللازانيا. انا حطيت الزيت وحطيت الرقائق، نسيت حط الملح هلا اتذكر. مثل ما شايفين بلشت تغلي المي على ورق اللازانيا. هلا ما لازم تخليها انه تغلي كتير، لازم قيمة، بس شيء انه بسطته. انا هون مجهزة مي باردة، لازم احطهم بالمي الباردة. هلا بنحط البهارات. وهلا هون بدي اجهز البشاميل. هلا بدي اضيف الطحين، حط تقريبا 3 معالق طحين، بحمصهم بالزبدة. هلا بعد ما تحمص الطحين بدي اضيف كاستين حليب.
وانا ما بدي اضيف ملح، بدي احط البهارات الماجي، بهارات خضار مجففه، وهلا بحركهم لحتى يغلوا. ومثل ما شايفين هلا كله صار جاهز، وهلا بدي اطبق كل شيء. وهي البشاميل جاهز كمان عندي. هلا هون بدي ادهن الجاط بالبشاميل هيك اسهل طريقة. هلا بعد ما حطيت البشاميل بدي افرد الورق بقلب الجات. وهلا بعد ما فردت الورق بدي احط الخضار واللحمة اللي قليتها. وهيك فردت الخضار واللحمة على اللازانيا. وهلا بدي افرد جبنة الموزاريلا. وهلا بعد ما حطيت جبنة الموزاريلا بدي اضيف ارجع كمان البشاميل. وهلا بعد ما ضفت البشاميل بدي ارجع اضيف طبقة تانية من الورق اللازانيا. وهيك خلصت فرد كل الرقائق. وهلا بدي ضيف بقية البشاميل على الورق. وهلا بدي اضيف جبنة الاشقوان، افردها على كل الوش. وانا مشغلة الفرن فوق وتحت على حرارة 200، وبدي هلا بعد ما اخلص حط الجاف نص.